من الوهلة الأولى يخيل أنك في غير الجزائر، ولكن أنت في الحقيقة بالمنطقة السياحية الحمدانية بولاية المدية التي مؤخرا تراجعت في استقطاب السياح. تشوف هذه المنطقة سياحية، ما يجوا لها ناس من هك وهك من كل ولايات. تشوف احنا مضارين نشوفوا الإقبال، تشوف الساعة 11 ونص ولا 12 غير، ما كاش إقبال الكافي ولا ما كاش إقبال. تشوف كل حاجة مسكرة، كل حاجة مغلوقة، ما عندناش ما عندنا حتى حاجه اللي راه هي كتشوف. عندنا واحد يجي يحوس قرعه ماء ولا قهوه، ما عندوش واش يدير ولا واش يشرب، ولا يجي هنا يحسب بلاصه مهجوره ويروح. غياب المرافق وما تتطلبه السياحه ارجعه بعض اصحاب المحلات لعدم توافد السياح لهذه المنطقه. شوف يا اخي، هذه البلاصه هذه كانت بكري، كانت الناس تجينا من كل بلاص، كانت متاير منين اي بلاص يجوا ليها لهنايا يقصدوها ليل ونهار. كانت هنايا هي فتحت في 2008، من 2008 حتى قريب 2015 كانت هنايا الناس تجي، كانت ريستورون حاله قهوه، كانت الناس تجي لهنايا تجي على 8 تاع الصباح، كاين اللي يجوا قبل 8 ما يروحوش حتى 10 11 تاع الليل. كان التاويل هنا ما يخصنا والو، وغير بدلوها حتى مسجده بلادي حتى مسجده، يعني ما كاين والو. هاك الريستورون ملهي محروقه، القهوه مسكره، ليزاجو ما كاش، عسى ما كاش. حنا والناس ولات تجي من الجزائر، تجي من اي بلاصه، يجي يقولوا لنا البلاصه على راهي دايره هكذايا، ولينا نحشموا ما كاش واش نقولوا لهم. واش تقول له؟ ولينا نحشموا ما كاش واش تقول له، وقول له خليها على ربي وخلاص. جمعيات سياحيه وزوار لهم انطباع خاص بهذه المنطقه ومطالبين بتحسين الاوضاع. واش راح نقول لك، هنا كاين بزاف حفايس تبدلوا بزاف هنا في المنظروه. كنا نعباك احنا كي كنت نجيب دراري كانوا صغار، كنا نجيو لهنا كانت الحلاوه، كانت هذيك بصح من بعد بدلت. بصح كي تجي لهنا تغدك تجي شغل عباك تشوف روحك شغل ما كاش، يا قد ابوندوني عبا. كون باغ اكزومبل واحد هنا يحكم سياحه هنايا ولا يحكم الاخر، يعاود يسقمها تعاود تحيا. تسمى كيما ان شاء الله، ان شاء الله تعاود يعاودوا يسقموها، يعاودوا تحيا شويه الحاله وخلاص. الحرفيين اللي متواجدين في المكان هذا وبيعوا الاشياء التقليديه عندهم يعني مشاكل عديده راهم يعانوا فيها، وحنا كجمعيه سياحيه ماذا بينا نوصلوا الانشغال تاعهم للسلطات العليا، وان شاء الله كما نقولوا احنا ماذا بينا هذا المكان السياحي يعاود يسترجع التوهج تاعو. راك تشوفوا يعني نوجه نداء للسلطات العليا على راسهم السيد الوالي ان يلقى حل لهذو الحرفيين وهذو الناس اللي راه تنشط هنا. انا شخصيا انا خارج من ولايه المديه، بصح لكن ما عندي ثقه كبيره في الوالي هذا تاع المديه، راح ياخذ لفته وياخذ الانتباه لهذا المكان ان شاء الله. فثقتهم في والي ولايه المديه كبيره جدا، فهم يطالبون بتدخله الخاص لأجل إنعاش المنطقة كونها تعد منطقة سياحية بامتياز.